اهلا وسهلا بكم مشاهدي ومتابعي قناه سامره الفضائيه، رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين من جنوب العراق الى شماله. مسابقتنا حلوه، حتكون ويا عوائلنا العراقيه، واكيد هدايانا مقدمه من شركه نسخ للسفر والسياحه ومطعم القريه اللبنانيه باداره الشيف نبيل ومركز التجميل اليكس بيوتي سنتر ومطعم خان الخليل. راح نشوف عوائلنا ونرجع لكم، ابقوا ويانا. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم لاول فقره وهي فقره تعرف شنو. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ ماشي الحال. زينه؟ الحمد لله. رمضان كريم علينا وعليكم. شلونك؟ زينه الحمد لله. رمضان كريم على وصالكم. رمضان كريم عمي. رمضان كريم. رمضان كريم. الحمد لله. تعال قربوا يمي شويه. تعال قربوا يمي. اها، عندنا سؤال، اذا تجاوبون عليه تاخذون هديه، ما تجاوبون نعطيكم غير شيء يعني. ماشي؟ اكثر مطرب تحبيه من هو؟ مطرب؟ عراقي او عربي؟ انا ما متابعة والله غالي. حسام الرسام. حسام الرسام. اكثر مطرب تحبيه من هو؟ نور الدين. نور الدين. وانت؟ محمد سالم. وانت؟ احمد ياسين. احمد ياسين؟ ايه. شو يغني هذا؟ هذا يلعب طوبه. يلعب طوبه؟ اقول لك مطرب تقول يلعب طوبه؟ اي بس يغني هذا شو اسمه؟ وانطن موطنين. موطنين. هسه خليك تغنيها بالموطنين. ماشي، السؤال، ما معنى كلمة الراديو لوجيا؟ ما سامعته. الراديو لوجيا ما اعرف والله. تعرفوها؟ لا. تعرفوها انتو؟ لا. ما معنى كلمة الراديو لوجيا؟ والله ما سامعة بيها. ولا انت؟ لا. زين ماشي، غني لي مقطع من حسام الرسام. لا في هذا شيء صعب. ما تريدين تروحي قدام التلفزيون؟ لا. غني لي شيء قدام. لا ما ادري اصور. ما تريدين؟ لا استحي قدام. يا مطرب قلتي تحبين؟ نور الزين. غني لي اغنيه نور الزين. انت ما تغني نور الزين؟ وانت ما تغني محمد سالم؟ لا. ولا انت تغني وطني؟ لا اغني شويه. تعال. تعال امي تعال تعال. انا اغني وياك؟ ايه. شغل وانا حافظها حتى اغني وياك. انا حافظها كامل. انت حافظها؟ لا شويه. ايه غني لي اياها. يلا. تعطيني هديه؟ تقدر تغني؟ موطني موطني الجمال ولا لا ولا لا. صوتك. ما اقدر. ليش ما تقدر؟ ما تغني وياي. لازم اغني وياك؟ ايه. شوف لك احد يغني وياك. ها تغنيها وياه؟ تغنيها وياه؟ استحي. مال الموطن اللي يغني مال الموطن شلون هسه؟ اول مره يعني اطلع على التلفزيون يعني صعبه يعني؟ زين تلعب شنو؟ ايه تلعب شنو؟ ايه ماشي. هذا لا شو تغنين؟ سويدي؟ سمعين اغنيه سويديه؟ لا. يلا غني شكلي. لا يلا. مو ما جاي على بالي فد اغنيه. اي اغنيه سويديه اغنيها هسه اعطيش هديه. مسكي خنيا. شنو هو؟ قلت انت ايش قلت لها بالسويدي؟ اغني اني؟ نقدر نعلمك سويدي. انت ايش قلت لي؟ شنو؟ انت ايش قلت لي؟ عمو؟ ايه الله صرت عمو، صرت عمو مالي وروحي. يلا نقدر نعلمك سويدي. لا لا اغني الاغنيه سويديه اسرع. يلا بسرعه ايش الهديه؟ يلا يلا واحد اثنين ثلاثة. يلا باب. يلا بابا بي سلام هادين وغن يا. هاي هدية مقدمة من مطعم القرية اللبنانية، وجبة فطور لشخصين. هسه لما نعطيها اعطيك اياها لك. شو تحبين تقولين بشهر رمضان المبارك؟ رمضان كريم علينا وعليكم وعلى أمة محمد، نتمنى الأمن والأمان لشعبنا العراقي إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. شكرا جزيلا لكم. احكي شو تحب تقول شهر رمضان مبارك؟ الله يحفظ جيش العراقي. امين. مشاهدينا الكرام، انتهت وياكم اول فقره، وهسه ويانا الفقره الثانيه وهي فقره ليش سموه. خلينا نشوف هنا راح يغنون سويدي والماني وانجليزي. غنوا عراقي غنوا. مشاهدينا الكرام، اكيد وصلنا الى الفقره الثانيه. نقول لكم رمضان كريم.
رمضان كريم على الدنيا والشعب العراقي الجميل. اجمعين رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلى الشعب العراقي كله يا ربي. شلونك؟ الحمد لله. شو اخبارك؟ زينه. شلون صحتك؟ كل زين. شلون اهلك؟ زينين. شلونك؟ زين. شلونك؟ زين الحمد لله. شو اسمك؟ محمود. وانت؟ مصطفى. حافظين شعر؟ اي. يعني كل واحد حافظ شعر؟ اي. زين، انت حتقول شعر وهو يردك. انت تقول شعر وانت من يسكت ترده. ماشي؟ يلا، باوع الكاميرا هاي. اقف، خلي اجي امك، تعال هنا. تعال. يلا. يلا سم، واحد، اثنين، ثلاثة، سمعني. السنة يعني السماء. السنة يعني السماء. والشيعة يعني الشمس. لما يطلع الشواش قد حلو يصير انتقص. فتشوا بطون الكتب. فتشوا بطون الكتب. شوف ايش تقول لك امس. هلي هلو نعم من هلي بيهم الدين اتقى اسلامهم مدرسه تدرس. الله عليك. سنه وشيعه اذا صفين بالمدرسه يقدمن نفس الدرس. الله. بعدوا لهذا البلد. بعدوا لهذا البلد يغرق ببحر الفتن. ما دروا عندنا شعب متعلم على الغطش. الله عليك. احنا شعب نختلف عن كل شعوب البشر. ما تفرقنا الفتن، خلونا في معتقل. ما دروا هذا الشعب حرية عند الحبس. حرية عند الحبس. حرية عند الحبس. الله عليك. صفقوله. الله عليك. رده. نشوف ايش صار ويصير. نشوف ايش صار ويصير. اخوك انا وشريكك بالمعاناة ونفس راحة حزن بقلوبنا تدير. وعلى جروف الوطن سرقانا شتلات. سقانا الموت ونقذتنا النواعير. خبرنا خبرنا وكبرنا وصرنا شجرات. وعلينا تحسمت فوس ومناشير. مثل لف الحطب شدونا كارات وخذونا نزاف لحلوق التنانير. يخليدك بدي يخليدك بدي ننسى الخلافات. قبل لا تختلف عندنا المقادير. تراهم خذوا يوسف. تراهم خذوا يوسف والوقت فات. دخلنا نوصل قبلكم ندفن البير. قلب الفومك قلب الفومك وشوف التصاوير. قبل هالهولة امي وامك تبكي دمعات. تدري ليش؟ لان استشهدنا انا وانت وزفونا من ورا التفجير. طين ايدك خل صناديق العتاد تصير رحلات. وخل شظايا هدومنا يصيرن طباشير. دخل نرسم وطن ما بي متاهات. دخل نرسم وطن ما بي خلافات. الله عليك. الله عليك. اولادك الله يحفظهم. أولادي. الله يخليهم لك. يعني ما شاء الله عليهم، عندهم هاي الموهبه الحلوه، خلي يستمرون بهاي الموهبه الحلوه ان شاء الله يا رب. انت ايش عندك موهبه؟ ما عندي شيء. لا ايش عندك انت؟ زين انت غني لي. شو غني؟ غني لي اي شيء. شو غني؟ اي اغنيه؟ ما اعرف. لا اريد هو يغني. صوت قرأت شعر. شو غني؟ اعطيني اغنيه اشوف. زين بكيفك، اي اغنيه انت حافظها قولها. اي شيء اي شيء اي شيء. يلا يلا. سلامة سلامات جيتك سلامات. بعد ما حافظها. ماشي. انت قلت لي تلعب شناو. ايه. ايش قلت لك توصل بالشناو؟ والله ما اعرف. والله ما تعرف. تعالوا لي هنا. تعالوا لي. ماشي. مساحة كافية لك؟ هاي كافية. كافية؟ هاي كافية. زين. انزل. بس خلينا ننزع الساعة. ننزع الساعة. ونزع المحبس، اعطيني الساعة والمحبس. اها. يلا. واحد. اها. هلا. يلا واحد. ابدي. الحب ما تتعب، الحب ما تتعب. ها شنو هاي؟ صدق تحكي؟ هاك الساعة. هاك المحبس. السؤال، لماذا سمي المحيط الهادي؟ ما أعرف. لأن احتمال يعني السفن
السفن بما تغرق او شلون؟ احتمال السفن بما تغرق او ليش اوكي؟ امواجه شنو؟ هادئه الامواج. امواجه هادئه، حلو. شو تقول امواجه هادئه؟ اي. وانت شو تقول؟ تعالوا هنا، تعالوا يمي، باعوا لي على الكاميرا، امواجه هادئه؟ اي نعم امواجه. انت شو تقول؟ نفس الشيء وياه. نفس الشيء وياه. زين برايك الهديه تستحقها انت لو الاطفال؟ حلو. الاطفال. اها، اعطيني هديه. اعطيني هديه. وهاي هديه. وجبه سحور مقدمه من مطعم القريه اللبنانيه. تفضلي. شو تحبي تقولي بشهر رمضان المبارك؟ اقول يا ربي شهر خير وامان على العراقيين كلهم، ينعاد علينا ان شاء الله وبلدنا برخاء ومستقر وامن. اللهم يبعد عنا كل سوء يا رب العالمين ان شاء الله. ان شاء الله. شو تحبين تقولون بشهر رمضان المبارك؟ يكون العراق امن ان شاء الله. انت شو تقول؟ كل عام وانتم بخير. وانت بالف خير. شو اسمك انت؟ مصطفى. وانت؟ محمود. محمود. تعال يمي، تعال تعال يمي، تعال 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 تعال. شلونك؟ زين. شو اسمك؟ حسين موسى. ها؟ حسين. اسمك حسين؟ ايه. حسين انت بياصف؟ لا بعد بطلت. بطلت؟ ايه. ليش بطلت؟ ها؟ ليش بطلت؟ زين حافظ نشيد؟ الجمعه يا واحد القدم مبارد ساجد المجابس اطي ما يدوش لعبني الغمره القدم مرمره الزفره عجل ويش الجمعه يا واحد القدم مبارد ساجد المجابس اطي ما يدوش. ليش عصبي؟ بعدنا مستمرين وياكم بفقرة ميل وفيميل. رمضان كريم. رمضان كريم. شلونك؟ زين الحمد لله. زين الحمد لله. اها رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم. شنو ميل؟ ميل ميل يمكن بالايميل هو الميل. اي ماسنجر. شنو ميل؟ ميل اعتقد يعني بريد الكتروني. البريد الالكتروني. اها حلو. فيميل شنو؟ انثى. فيميل انثى. اي ذكر له انثى. بس ذكر له انثى. ايه هو انت تعوق في امي. اوقف في امي. السؤال لك، لماذا تلبس النساء الكعب العالي؟ لانهن ما شاء الله صغار ويحبن يطولن. يعني شنو ما شاء الله صغار؟ يعني شنو قصدك؟ اكثر شيء اكثر نساء هنا ببغداد شويه طولهن، يعني مو ذاك الطول، يعني انا اللي اعرفه على حسب يعني الخبر. انا مصور ما طويل. لا ولك وهمين اصوروه. انت شنو رايك؟ يعني اناق يصير كعب. انا زين بس حلو. مو لان مو لان طول مثلا انا يعني مو يعني طويل اول بس كعب عالي. ماشي. هسه اذا غنيت لي الاغنيه وانت غنيتي لي الاغنيه بعيدين على ماكو ماكو ماكو. شكرا جزيلا حبيبي على راس. شكرا لك. مشاهدينا الكرام وصلنا وياكم لاخر فقره وهي فقره قرار نار. مشاهدينا الكرام نرجع ونقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين. اكيد مسابقتنا حلوه، جوائزنا حلوه. رمضان كريم. رمضان كريم عليك وعلينا. شلونك حجي؟ الحمد لله. الحمد لله. شو اسمك؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. شلونك اختي؟ الحمد لله بخير. علينا وعليكم. علينا وعليكم. شلونك؟ زين الحمد لله. شو اخبارك؟ زين الحمد لله. شو اسمك؟ محمد. محمد. يا صف محمد. رابع. رابع. ماشي. السؤال قرار نار. قررت الحكومة العودة إلى أيام زمان العيش في المخيمات والبيوت الطينية، شنو رأيك؟ طينية. طينية؟ أفضل؟ لا قبل تقول على قبل غير. شنو رأيك؟ قررت الحكومة نعيش بيها هسه؟ لا 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 ما أقبل. ما تقبلين؟ لا. وأنت شو تقولي؟ لا بس الطينية أبرد. لا لا ما تقبلين؟ لا. شو تقول أنت؟ ايش بيك تسوي شي براسك؟ حاط عش فوق راسك. تضحك. شو تقولين؟ نفس كلامهم. شو نفس كلامهم؟ تعالي امي تقربي. شو نفس كلامهم؟ السؤال. قررت الحكومة العودة لأيام زمان والعيش في الخيم وبيوت الطين. لا. ليش؟
ضحكتي زين ماشي اعطيك جائزه اذا سويتي لي هذا الشيء اذا غنيتي لي اغنيه من مطرب انت تحبيه اعطيك الجائزه لا لا صعبه غير شيء شطش غير شيء العبك شنو اي مو صعبه علي صعبه زين راح اعطيك شيء في السؤال من هو مغني اغنيه يا حمد رياض لا لا ياس خضر من هو ياس خضر ياس خضر اعطيني هديه اعطيني هديه هاي هديه مقدمه من اليكس بيوتي سنتر للتجميل تفضلي شو تحبين تقولي بشهر رمضان المبارك احنا الشعب العراقي والامه الاسلاميه شهر رمضان وان شاء الله يعود الامن والامان للشعب العراقي امين يا رب العالمين شو تحبين تقولي بشهر رمضان المبارك الامان للعراق بس هاي امنيتنا الامان الامان ان شاء الله شو تحبين تقولي بشهر رمضان المبارك ها يا رب الامان الاستقرار يا اخي انت شبيك انت شو ضايج ها منو مضوجك خايف لا تخاف حبيبي هاي لعابه شكرا لكم وحياكم الله مشكورين مشاهدينا الكرام بعدنا مستمرين وياكم ويا عوائلنا العراقيه ابقوا ويانا مشاهدينا الكرام ابتدت حلقتنا اليوم وياكم من برنامج يرهم كلش ونقول لكم رمضان كريم عليكم وعلى كل العراقيين انتظرونا غدا بحلقه جديده من برنامجنا يرهم كلش كانت حلقتنا اليوم كلش ممتعه ويا عوائلنا واكيد ويا اطفالنا شكرا للمصورين اللي تعبوا وياي اليوم المصور حسين الصالحي اصغر مصور عندنا والمصور احمد الجاف والمخرج فادي سامر الرائي ومساعد المصور ايمن المشهداني وكان لكم بالتقديم خطاب القصاب اودعناكم